السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو اتطلب مني وهو كان واخواتها، وانا بعتذر جدا اللي طلبت مني الفيديو، ولكن انا كنت ماشية بالترتيب، بعمل درس للصف الاول، للصف الثاني، للصف الثالث، وبعدين لما ادخل في الدرس الثاني بجيب برضو الدرس للصف الخامس للصف السادس، يعني اللي بدرسه للولاد بروح منزله على طول مباشرة على القناة. فالنهاردة ان شاء الله هناخد كان واخواتها. ايه هما كان واخواتها دول؟ كان واخواتها افعال ناسخة. كان واخواتها اسمها افعال ناقصة ناسخة. افعال ناقصة ناسخة. في ناس بتقول افعال ناسخة ناقصة، الاتنين سواء بنقدم الناقص بنقدم الناسخ الاتنين صح. هي افعال ناسخة. طب يعني ايه ناقصة ويعني ايه ناسخة؟ اول حاجة كلمة ناقصة معناها ان الفعل ما بيحتاجش الفاعل. احنا متعودين ان الفعل دايما بيحتاج لفاعل، ولكن كان واخواتهم ما بتحتاجش الفاعل، ولكن بتحتاج لاسم وخبر، بتحتاج لاسم وبتحتاج لخبر. هي دي معنى كلمة ناقصة. يبقى ليست تم الأفعال التامة اللي بتحتاج لفاعل، ولكن الأفعال الناقصة لا تحتاج إلى فاعل ولكنها تحتاج إلى اسم وخبر، زي كان وأخواتها زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. ناسخة يعني بتنسخ الجملة الاسمية، يعني تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها، تجعل ترفع المبتدأ وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. يبقى هي بتدخل على الجملة الاسمية، وعشان كده بنجيبها بعد انواع الخبر. سنة ستة بياخدوا الاول انواع الخبر وبعدين ياخدوا كان واخواتها. طيب ليه؟ عشان برضو كان واخواتها محتاجة الخبر ومحتاجة لاسم. يعني ايه برضو الكلام ده؟ اول حاجة هنبدأ مين هم اخوات كان. مين هم اخوات كان؟ كان اصبح امسى اضحى بات ظل ليس وكمان صار. يبقى كان اصبح امسى اضحى بات ظل ليس صار. تمن افعال. وفي افعال تانية بنسيبها لما بنكبر شوية، بس انا هعرفها لكم. بس ما دام وما فتئ وما برح ومن فك وما زال. دول افعال انا مش عارفه هم ظاهرين على السبوره ولا لا، بس دول افعال من اخوات كان، بس مش هناخدهم غير لما نكبر شويه. طب واحنا الوقت بناخد ايه؟ بناخد بس في سنه سته. سنة ستة مطالبين بس بالأفعال التمانية اللي فوق دول، ومش مطالبين بالأفعال اللي تحت، ولكن دي فقط معلومة أنا بعرفها لكم. ولكن سنة ستة مطالبين بالتمن أفعال دول. طيب التمن أفعال دول مالهم؟ طبعا أفعال ماضية. هل كان بتعمل بس بالفعل الماضي وما بتعملش بالافعال المضارع والامر؟ لا، يعمل منها الماضي والمضارع والامر. يعني ايه برضو الكلام ده؟ هي افعال ماضيه زي ما انتم شايفين كده، بتدخل على الجمله الاسميه، تدخل على الجمله الاسميه فتنسخها. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نبص كده ونشوف. السماء صافيه. السماء صافيه. هنروح، دي جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر، هنروح مدخلين عليها ايه؟ كان. طبعا عشان هالاسم ده مؤنث فهنزود على كان تأنيث، وده عادي جدا مش مشكلة. هتبقى كانت السماء صافية. بعد ما كان الخبر مرفوع هيبقى خبر منصوب. ليه؟ لان ما بقاش خبر المبتدأ، ده بقى خبر كان. كان دي دخلت على الجملة الاسمية، نسختها يعني غيرت شكلها، خلت الجملة الاسمية ده ما بقاش اسم مبتدأ، ده هيبقى اسم كان، وده هيبقى خبر ايه؟ كان. يبقى دخلت على نسختها، دخلت على الجملة الاسمية نسختها، فجعلت المبتدأ اسما لها وجعلت الخبر خبرا ايه لها. شغلتهم كده عندها بصنعة لطافة كده، خلتهم شغالين عندها، ده اسمها وده ايه؟ خبرها. الاسم هيفضل مرفوع زي ما هو، والخبر هتنصب ايه؟ الخبر. يبقى كانت السماء صافية. طب لما اجي اعرب بقى كان نفسها دي، هعرب واقوم قايله ايه؟ هقول كان
فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح، او فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح، الاثنين صح. في ناس بتحب تبدأ بناقص وناس بتحب تبدأ بناسخ، فهنقول فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الايه، على الفتح. هي فعل ماضي كان، كان. طب والتاء دي، التاء دي تاء التأنيث لا محل لها من الاعراب، مش كل الافعال هتيجي بتاء تأنيث عشان الاسم بتاعها مؤنث، فهي هتيجي بتاء تأنيث. السماء هنقول اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه، اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. صافيه بعد ما كانت خبر مبتدا هتبقى خبر كان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يبقى كانت تدخل على الجمله الاسميه ترفع المبتدا وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. هي ما تغيرش حاجه في المبتدا، المبتدا بيفضل مرفوع ولكن الخبر هو اللي هو اللي بيتنصب. طيب لما اقول كان ده فعل ماضي، هل الماضي بس هو اللي بيعمل العمل دي ولا ممكن المضارع يعمل؟ لا، ممكن المضارع يعمل نفس العمل ده. ازاي؟ هقوم قايله تكون السماء صافيه، هنا تكون فعل مضارع، فعل مضارع عمل نفس اللي عمله الفعل الايه الماضي، يبقى الفعل المضارع بيعمل عمل الفعل الايه الماضي. نفس الكلام ده لما اقول تصبح، تصبح الشمس مشرقة. لما اجي ابص كده على الجملة هقول تصبح، تصبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولبس لازم بقى أضيف إضافة، فاعل مضارع ناسخ ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لازم أحط الكلمتين دول في الإعراب ليه؟ عشان أعرف وأفكر نفسي إن اللي جاي بعد تصبح مش فاعل، لأن لو ولادنا شافوها كتصبح الشمس هيقول لي الشمس فاعل، وممكن يقول لي مشرقة مفعول به لأن هي منصوبة قدامهم، فهو ده الغلط. لازم أعرف ولادي إن الفعل المضارع يعمل عمل الإيه؟ الفعل الماضي. يبقى ساعة ما نشوف فعل، ساعة ما نشوف كلمة أي فعل من أخوات كان وشوف بعده مبتدأ وخبر أو جملة اسمية، أو الجملة دي تنفع من غير، لو شلت الفعل الجملة دي هتنفع، يبقى ده على طول اعرفوا ان هو فعل ناسخ. لو شلت تصبح هتبقى الشمس مشرقة، هيبقى جملة عادية خالص، جملة اسمية نفعت من غير تصبح. انما لو انا جايبة فعل عادي يعني فعل اللي هو تام ومحتاج لفاعل ومفعول وجيت اشيل الفعل الجملة مش هتنفع. زي ايه مثلا؟ لما اقول شرب محمد اللبن، تعالوا كده نشيل كلمة شرب وتعالوا نقرأ الجملة محمد اللبن، هل الجملة دي انتوا استفدتوا منها حاجة؟ ما استفدتوش منها حاجة. انما لما انا اشيل الفعل الناسخ، تعالوا كده نشيل الفعل الناسخ، السماء صافية، السماء صافية، الشمس مشرقة، عادي بشيل الفعل. يبقى ده اختبار لأولادنا لما يكونوا مش عارفين الفعل الايه الناسخ، اقول لهم اختبر شيلوا كده الفعل وشوفوا لي الجملة دي هتنفع تبقى تستمر جملة لوحدها ولا مش هتنفع. تمام؟ فكان واخواتها، كل اخواتها دول اللي هم مين؟ كان، اصبح، امسى، اضحى، بات، ظل، ليس، صار. كل الافعال دي بيجي منها الفعل الماضي والفعل الامر والفعل المضارع، وكلهم بيعملوا ما عدا ليس. ليس ما بيجيش منها غير صيغه الماضي فقط، لان ما بيجيش منها لا مضارع ولا بيجي منها امر. وعشان كده بنزود لما نيجي نعرب ليس، بنزود في الاعراب كلمه وهي فعل ماضي ناقص ناسخ جامد، بنزود كلمة جامد. ليه كلمة جامد؟ لان هو ما بيتصرفش، ملوش، ما بيجيش منه لا مضارع ولا بيجي منه امر، فبنزود معاه كلمة ايه؟ جامد. فعل ماضي ناقص ناسخ جامد مبني على الايه؟ على الفتح. طيب لو قلت فعل مضارع اقول فعل مضارع ناسخ ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة، دي في الأفعال اللي بتتصرف دي. تمام كده؟ تمام كده. يبقى الأفعال الناسخة بتعمل إيه؟ كان وأخواتها، تدخل الكان وأخواتها على الجملة الإسمية فتنسخها، فتجعل ترفع المبتدأ وتجعله اسما لها، وتنصب الخبر وتجعله خبرا لها. طيب أنواع الخبر بتاع كان هيها أنواع الخبر بتاع المبتدأ، يعني ممكن يجي مفرد زي ما انتوا شايفين كده، وده بيكون سهل جدا جدا جدا، بعرفه بتكون دي مرفوعة وبتكون دي منصوبة، وبقول خبر منصوب علامة نصب الفتحة. طيب فاكرين أيام ما كنا قلنا، ثواني همسح كده، فاكرين يا ولاد لما قلنا إن الخبر بيأتي جملة فعلية
وجملة اسمية وشبه جملة جر ومجرور وظرف، نفس الخبر بتاع كان بيجي نفس الكلام ده. تعالوا نقول حاجة بقى غير كان، مثلا هنقول أضحى المعلم شرحه جميل. أضحى المعلم شرحه جميل. لو أنا شلت أضحى هيبقى المعلم شرحه جميل. شرحه جميل دي كانت خبر جملة اسمية، وكلنا نرجع كده لأنواع الخبر. المعلم ده كان مبتدأ ودي خبر جملة اسمية. هتدخل أضحى هنقول أضحى فعل ناقص ناسخ مبني على الفتح. المعلم اسم أضحى مرفوع وعلامة رفع الضمة. وهعرب دي زي ما كنا بنعربها وهنقول مبتدأ، بس المرة دي مش هقول مبتدأ ثاني، هقول مبتدأ واسكت لأن ما فيش عندي مبتدأ أول، ما هو المبتدأ اتحول لاسم إيه؟ لاسم أضحى. فهنعرب ده مش هقول مبتدأ ثاني، ولكن هقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وجميل خبر المبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. وراح قايلة والجملة، فاكرين الكلمة اللي كنا بنقولها والجملة الاسمية، وروح فتحة قوس وكتبة شرحه جميل. قبل كده في خبر المبتدأ كنا بنقول في محل رفع خبر المبتدأ، المرة دي هنقول في محل نصب خبر أضحى. في محل نصب خبر ايه؟ أضحى. كل اللي انا غيرته، التغيير اللي انا غيرته، ان المعلم بعد ما كانت مبتدأ هتبقى اسم أضحى، اعرابها هيكون اسم أضحى، دي بعد ما كانت مبتدأ ثاني هتكون مبتدأ بس من غير ما اقول مبتدأ ثاني. وهقوم قايله والجملة الاسمية بعد ما كنت بقول في محل رفع خبر مبتدأ اقول في محل نصب خبر أضحى. في محل نصب خبر ايه؟ أضحى. ولكن الخبر زيه زي خبر المبتدأ بالظبط، بيأتي جملة اسمية ويأتي ايضا جملة ايه؟ فعلية. يأتي جملة فعلية زي ما اقول ايه؟ لما اقول مثلا ظل الجندي يدافع عن وطنه. ظل الجندي دي كانت مبتدا، لما لو شلت ظل هتبقى الجندي يدافع عن وطنه كانت هتبقى مبتدا، لا الوقت ما بقتش مبتدا، بقت اسم ايه؟ اسم ظل مرفوع وعلامه رفع الضمه. يدافع ما ينفعش اقول خبر على طول، لا يدافع فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وهروح قايله والجمله الفعليه يدافع، والجملة الفعلية زي ما كنت بقول الأول بالظبط، والجملة الفعلية وأقوم حاطة الجملة في نقطة وأقوم قايلة في محل نصب خبر ظل. في محل نصب خبر إيه؟ ظل. تمام كده؟ نفس الإعراب خبر المبتدأ، بس بدل ما كان الأول في محل رفع الوقت هيبقى في محل نصب. ليه؟ لأن خبر كان منصوب فهيكون في محل نصب، إنما خبر المبتدأ كان مرفوع فهيكون في محل رفع. أرجو إن أنتوا تكونوا فهمتوا الحتة دي. طب مين الأفعال اللي بتعمل العمل ده؟ هم ده، هم الأفعال دول، التمن أفعال دول. كان عفوا حاجة حصلت في الماضي، أصبح بتدل على حاجة بتحصل في وقت الصبح، أمسى حاجة بتحصل في وقت الايه؟ المساء. أضحى حاجة بتحصل في وقت الضحى. باتة حاجة بالليل، يعني باتة يعني زي ظلة بالظبط كده، بس بتحصل على حاجة ايه؟ قعدت مسافة الليل. يعني ظل معناها استمر، ليس للنفي، ودي ما بتجيش غير صيغة الماضي فقط، ولكن كل الأفعال بتيجي ماضي ومضارع وأمر. وصار يعني زي بالظبط كلمة أصبح، نفس معنى كلمة أصبح. صار معناها برضو أصبح، هي قريبين المعاني من بعض وبيعملوا نفس الايه؟ العمل. بيعملوا ايه؟ بينسخوا الجملة الاسمية، بيخلوا المبتدأ اسم ليهم والخبر خبر ايه؟ ليهم. تمام كده؟ نفس اللي احنا عملناه في الدور هنعمله برضو في الخبر شبه الجملة. هنقوم قايلين وشبه الجملة في محل نصب خبر كان او خبر اضحى او خبر صار، اي حاجة من دي. طيب يلا نقول مع بعض كده الافعال بسرعة ونفتكرها. كان، اصبح، امسى، اضحى، بات، ظل، ليس، صار. وقلت في افعال تانية هناخدها لما نكبر شوية، ما دام وما زال وما فتئ ومن فك وما برح. الافعال دي هتاخدوها لما تكبروا شوية، مش بنقولها الوقتي. يبقى هتاخدوا كان واخواتها وتاخدوا انواع الخبر بتاعها، فحطوا في دماغكم قبل ما المس تشرح لكم او قبل ما انتوا تعرفوا اي حاجة، قولوا انواع خبرها زي خبر المبتدأ بالظبط، ولكن بدل ما كنت بقول في محل
رفع بقول في محل ايه نصب، بيجي جملة، بيجي جملة اسمية، جملة فعلية، شبه جملة. طيب في حاجة كمان عايزة اقولها لسنة ستة قبل ما انهي الموضوع ده. سنة ستة بيسألوني في حاجة بتجيلنا يا مس، معلش كنت بمسح السبورة، ازاي اقدر احول الخبر من مفرد لجملة ومن جملة الى مفرد؟ كله يبص معايا كده، كله يبص معايا. لما يقول لي مثلا اصبح، اصبح العامل عمله متقن، اصبح العامل عمله متقن. انا عندي طبعا الخبر عندي عمله ايه متقن، قال لي حول، حول الخبر من جملة الى مفرد. الجملة الخبر عندي عمله متقن ونوعه جملة اسمية. لما يجيني جملة اسمية، الخبر جملة اسمية وحوله الى مفرد، كل اللي انا هعمله هعمل عملية مقص اللي بنقولها لأولى ابتدائي لما يجي يحوله من جملة اسمية لجملة فعلية، بنقولها لتانية ابتدائي مثلا. يعني لما اجي اقول له حول الخبر من جملة الى مفرد هيعمل كده، هيدخل لي كلمة متقن الاول ويأخر لي كلمة عمله، هيبقى الخبر عندي كلمة متقن وعمله هتكون مضاف اليه، فيكون الجملة زي ما انتم شايفين قدامكم كده، هتبقى اصبح العامل متقن عمله، هتبقى مش متقن بقى لان في اصبح، هتبقى متقنا عمله. اصبح العامل، العامل دي اسم اصبح، وهتبقى متقنا هو ده اللي خبر ايه اصبح، وعمله ده هتكون مضاف اليه. يبقى انا كده بدلت وغيرت، غيرت من بعد ما كان كل ده هو الخبر، والخبر جملة اسمية في محل نصب خبر اصبح، هنا هيبقى الخبر ايه مفرد. الكلام ده لسنة اولى اعدادي وسنة ستة ابتدائي، لان انا ما كنتش قلته قبل كده، وفي ناس سألتني عليه، في ناس سألتني ازاي احول الخبر من جملة الى مفرد والعكس. طب لو جاب لي بقى الخبر مفرد وقال لي حوله لي الى جملة، هقول ايه؟ زي مثلا جملة مثلا اضحى، اضحى المعلم خلاها الفلاح، شاقا عمله، أضحى الفلاح شاقا عمله. دي هنا الخبر عندي شاقا، الخبر عندي كلمة ايه شاقا، فكلمة شاقا دي الخبر عندي نوعه مفرد، عايز احوله لجملة. طبعا على طول هروح عامله كده وعامله كده نفس الكلام، هروح قايله اضحى الفلاح عمله شاق، اضحى الفلاح عمله شاق. وخلوا بالكم ان هو هنا منصوب لانه خبر كان، طب لما يجي هنا هيبقى خبر المبتدا، هيبقى مرفوع مش هيبقى منصوب، يبقى اضحى الفلاح عمله شاق، قن هتبقى كده اهو، اضحى الفلاح عمله شاق. ليه اتغيرت العلامة الاعراب؟ لان هو هنا خبر للمبتدا عمله، ولكن هو هنا خبر لمين؟ لاضحى، خبر لاضحى منصوب علامه نصبه الفتحه. ده الكلام ده مع كان واخواتها، نفس اللي مع كان واخواتها بنطبقه على الفعل، على الخبر العادي. تمام. طيب لو الخبر عندي جمله فعليه مثلا، لما يقول لي صار الولد يشرب اللبن او يشرب الحليب، صار الولد يشرب الحليب، تعالوا نخليه هو هنا جملة، الخبر هنا جملة فعلية، تعالوا نحوله لجملة اللي مفرد، تعالوا نحوله لجملة اللي مفرد، هنقول اضحى الولد او صار الولد شاربا للحليب، شاربا، هحول كلمة يشرب اللي هي فعل دي لاسم، هتكون شاربا للايه للحليب. ارجو ان يكون اكون بسطت لكم شويه، وما تاخذونيش معلش انا مجهده شويه في شرحي ومش قادره، لان زي ما انتم شايفين انا تعبانه، ولكن حبيت ان انا انزل لكم
الدرس وما اتاخرش عنكم في التصوير، لان دي حاجات انتوا طلبتوها مني، فارجو ان انا اكون قدرت اوصل المعلومه وقدرتوا تفهموها، وياريت بقى تشجعوني كده عشان لما اشد حيلي ان شاء الله ابدا اصور لكم تاني. انا نفسي انزل كل يوم فيديو، ولكن هو جهد انا بجتهد يعني، وقع تحت ضغط الوقت، لان طبعا طول الوقت بره، ويا دوب لما اجي بكون تعبانه ومنهكه جدا ما بقدرش اصور. فشجعوني بقى كده عشان ايه، اجي على نفسي شويه واصور، واللي استفاد من اي حاجه بقى لايك بقى وتشجيع كده ودعوه حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.